معاك روح بقى للكابتن سامي ومصن المدرب العام لفريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن سامي، التحدي كان كبير وتحدي كان قوي جدا وحسمناه الحمد لله من القاهره. ادائنا كان مميز جدا كمان النهارده، حطينا في الاجواء وبتشوف خطوه مهمه جدا نحو ال11. ان شاء الله تكون البطوله من نصيب النادي الاهلي يا كابتن. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا ببارك جمهور النادي الاهلي وبارك اللعيبه على الجهد دوت. تلعب برده سيمي فاينل، فرقه برده اكيد مميزه اللي توصل للقبل النهائي ده، اكيد فرقه مميزه. لكن الحمد لله كان عندنا تركيز من البدايه، عاوزين نحسب المباراه من البدايه. يمكن الحمد لله الراجل فاجئهم برضو اللي احنا نعمل ضغط عالي ونقدر نسجل هدف. يمكن بعد الهدف شويه استقبلنا هدفين، لكن اللي انت ترجع برضو وتسجل هدف اعتقد الحمد لله حاجه ايجابيه. خبرات طبعا اللعيبه بتكتسبها واحنا لازم نكتسبها. اتمنى ان شاء الله المباراه النهائيه بقى ان شاء الله تكون فرحه كبيره لجمهور النادي الاهلي، واعتقد اللعيبه مقدره كده وعارفه المسؤوليات وعارفه اللي هم ان شاء الله يحققوا انجاز كبير تاريخي للنادي وليهم. فاعتقد ان شاء الله ربنا يكرمنا المباراه الجايه، ومستنيين دعم جمهورنا وان شاء الله نعمل اقصى حاجه عشان ان شاء الله نسعد جمهور النادي الاهلي باذن الله. خطوه على خلاص بقى على التتويج باذن الله ان شاء الله، مهما كان المكان فين، مهما كان الزمان. لعيبه النادي الاهلي فاصله بشكل كبير جدا، هدفها فقط هو اسعاد جمهور النادي الاهلي، وده الهدف اكيد يا كابتن. يمكن في الاول احنا ما اتكلمناش الا لما نوصل المباراه النهائيه، وده كان الاهم بالنسبه لنا ان انت توصل المباراه النهائيه. خطوه الحمد لله كبيره خدناها ان شاء الله. اعتقد اللعيبه دي بشخصيتها وبروحها وتحملها المسؤوليه قدر ان شاء الله اللي هي ان شاء الله تحقق حتى تصار في اي ارض ممكنه. النادي الاهلي تاريخ كبير جدا، اكبر فرقه في افريقيا واخده بطولات، اكبر فرقه واخده بطولات في افريقيا. اعتقد ان كل الفرق هي اللي تخشى النادي الاهلي، مش النادي الاهلي بيخشى اي فرقه. نعمل اللي علينا، بنقاتل في اي وقت وفي اي مكان ان شاء الله. اعتقد ان شاء الله ان شاء الله تكون دي هديتنا لجمهور النادي الاهلي باذن الله. سامي رسالتك لكل اللعيبه الرجاله اللي عايزه تفرح جمهور النادي الاهلي ولسه كمان هتفرح جمهور النادي الاهلي في القادم ان شاء الله، رسالتك ايه لكل لعيبه النادي؟ طبعا بشكرهم طبعا على الجهد ده والتعب دوت. عملتوا خطوه كبيره جدا، عملتوا انجازات كبيره جدا، لكن النادي الاهلي وجمهوره دايما متعاطش للبطولات وانتم قادرين كده. وانا واثق ان شاء الله اللي انتم هتعملوا كده لجمهوركم ولنفسكم والتاريخ لينا وجهاز كمان ومجلس اداره وكل المنظومه في النادي الاهلي، عشان انت عارف ان كل المنظومه ديت عشان جمهورنا ده هيكون مبسوط يعني. فاتمنى ان شاء الله يكون المباراه القادمه ان شاء الله يكون فوز من نصيبنا، وبطوله ان شاء الله غاليه جدا 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 للنادي الاهلي واسعاد جمهورنا ده باذن الله. شكرا. شكرا جزيلا. بنشكر اكيد الكابتن سامي قمصان المدرب العام، وعوده ليك من جديد، والكابتن ايمن شوقي.